بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد، ده ثالث فيديو يا شباب في كتاب ال 800 جمله الموجودين على ستراكشر، الجزء الرابع من كتاب العمالقه. كل فيديو زي ما اتفقنا بنحل ثلاث صفحات، يعني 75 جمله قسمناهم كده علشان يكونوا لطاف وخفاف كده عليك وما يكونش فيهم عبء بالنسبه لك. الجمل دي فيها ميزه ان هو بيجيب اسئله من اولى اعدادي وتاني اعدادي ولحد ثالثه ثانوي، فهو بيراجع لك ويرفرش لك على حاجات كده من زمان. تعالوا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال بيقول I didn't know your flat was not big. ما كنتش اعرف ان شقتك كبيره جدا. جدا دي اللي هي سو. طب ما ينفعش هنا such؟ لا، such دي بنستخدمها لما يكون في صفه واسم، لكن صفه بس ناخد سو. وير از ذا جوس داد؟ فين العصير يا ابي؟ فابوه قال له وي نوت ذا بوتل ناو. ناو دي يعني في استمرار. طيب ار تو اوبن، يجب ان نفتح، ولا ار جوينج تو اوبن، سوف نفتح. ما دام فيها ناو يعني سنفتحها الان، يبقى ار جوينج تو اوبن اللي هي نمبر بي. طيب الجمله الثالثه، ذير از نوت ميلك ان ذا جاج ذات اتس جوينج تو اوفر فلو. اوفر فلو دي معناها هيفيض، هيكب على الارض. يعني بيقول لك في ميلك، لبن كثير جدا في الجردل، عشان كده هيبدا يكب على الارض. طيب الميلك ده، اللبن ده اسم غير معدود. يعني غير معدود يعني نجيب قبله ماتش وليتل، ونجيب قبله الوت اوف، واحده من الثلاثه دول. طيب انت قدامك في اختيارات هنا، سو ميني ولا سو ولا سو ماتش ولا از؟ طبعا سو ماتش، يعني هناك لبن كثير جدا في العبوه او الجردل. طيب رقم اربعه، children not with that bowl in the corridor. corridor اللي هو الطرقه اللي في المدرسه. الاطفال، يا اطفال، طبعا خد بالك ان الكما اللي بعد children دي يعناها ان ده نداء، يا اطفال لا تلعبوا، يبقى don't play، يبقى ده فعل ايه؟ امر منفي. كان ممكن بدل don't play يا ولاد نقول never play. طب ما ينفعش نقول doesn't play؟ لا. طب ليه؟ لان ده الامر، الامر دايما فعل في المصدر. كان منفي يبقى don't play او doesn't او never play، ما ينفعش نقول doesn't اطلاقا. خمسه، over spilled milk won't solve the problem. ده مصطلح كده، ده idiom، معناه البكاء على اللبن المسكوب لا يحل مشكله ابدا. البكاء هنا اللي هو crying. طب ليه crying يا مستر؟ لانك عارف ان اي فعل هنحوله الاسم بنضيف له اي ان جي من غير ذا ومن غير اي حاجه. طب القراءه اسمها reading، اللاعب اسمه playing. طب البكاء يبقى crying، crying over spilled milk. spilled يعني مسكوب. come on boys، تعالوا يا اولاد، let's not some work، تعالوا نقوم ببعض العمل. work يا مستر دي باخد معاها دايما do، فعشان كده do some work. طب سبعه، طبعا الطريقه اللي بيعملوا فيها الارقام هنا في الكتاب ده بصراحه مستفزه وبتخلي عينيا تزغلل بشكل رهيب. why don't you an effort and get up، لماذا لا تقوم بجهد وتستيقظ بقى من نومك اللي انت فيه ده وسباتك؟ انت عارف ان كلمه ان يقوم بمجهود اسمها do an effort، هي نبذل جهدا يعني. I can't see how you can avoid. avoid ده يا مستر بعدها حاجه من اثنين لا ثالث لهما. avoid الفعل مضاف له ing لو معلوم. طب لو مجهول being والباست بارتيسيبل، فطبعا انا بقول له انا مش فاهم انت ازاي ممكن تتجنب سقوطك في ماده الرياضيات، يبقى falling. failing sorry، fail يعني يسقط، يسقط يعني يرسب يعني. all these people went not train. عند ترين هنقف ونفتكر ثلاث حاجات، كل وسائل المواصلات قبلها باي، فممكن اقول باي ترين بس من غير فاصل. يعني ايه من غير فاصل؟ يعني هنا اللي فيها باي زا دي ما تنفعش. طب ليه؟ عشان هو جاب لك زا. طيب احنا ممكن نقول باي ترين او ممكن نقول اون ذا ترين. انتبه، اون ذا ترين. طب ليه ما ناخدش ان ذا ترين؟ لا، ان ذا دي بنستخدمها حضرتك مع الكار والتاكسي. after not a match of tennis we went for a walk، بعد ما لعبنا مباراه. after ما فيش بعدها فاعل، يبقى ناخد الفعل المضاف له اي ان جي على طول. في 11 بيقول لك when I was young، ايام ما كنت لسه صغير، I not so hard. في الاختيارات جاب لك الفعل work يعني يعمل، فانت بتقول له ايام ما كنت صغير كان المفروض اشتغل باجتهاد، ماضي يبقى had to work. طب ليه ما ناخدش ought to work؟ ought to والمصدر ده مضارع، لو هي ought to have worked كنا نشك فيها. طب must have worked معناها اكيد اشتغلت. طيب must work يعني يجب ان اعمل. طيب 12، she arrived not the office. arrived يا مستر نعرف ان بعدها at او arrive in، المكتب مكان صغير فنقول arrived at. طب لو القاهره مثلا كنا هنقول arrive in. I don't allow people not in my office، لا اسمح للناس بان يدخنونا. allow مفعول to المصدر، يبقى to smoke. طب لو ما فيش مفعول تعال نشوف 14، ما فيهاش مفعول. I don't allow، لا اسمح بالتدخين في مكتبي، يبقى smoking. طب ليه smoking؟ لانك ما قلتليش بتسمح لمين. طيب افرض ان هي مكتوبه we are not allowed، كنا هنقول to smoke. طب ليه؟ لان الجمله بدات بالمفعول، ان احنا ليس مسموحا لنا بالتدخين. مين اللي مش مسموح له يدخن؟ احنا. ما دام ذكر لك المفعول تاخد to المصدر. 15، she is not used not، من غير ما تفكر، ما دام is، ما دام verb to be used to الفعل مضاف له ing، يبقى she is not used to driving. on the left she is French، هي فرنسيه. طب 16، he not to telephone us today، he will phone tomorrow، هو هيتصل بنا بكره، يعني هو سوف لا يتصل بنا اليوم. سوف لا دي يبقى isn't going.
is going to يعني سوف. When not to play football متى ستلعبون كرة القدم يبقى when are you going. طب اشمعنى تحديدا ما ينفعش نستخدم when لأرد استفهام ونجيب بعدها الفاعل اللي هو زي، فالأولانية دي ما تنفعش عشان دي ترتيبها غلط. طب رقم C do زي جو، ما ينفعش نستخدم الفيرب to do بعده ing لأن ده كده خطأ تماما. طيب زي جو برضو دي جملة خبرية، احنا بنسأل سؤال فأنا عايز أرد استفهام فعلي مساعد فاعل. 18 this is the not isn't it، خد بالك isn't it، انتبه انت من الموضوع isn't it يعني الفعل كده مفرد. طيب تعال نشوف بقى اول واحدة خالص كده boys the ball، لا ما اسمهاش boys the ball، المفروض تبقى the boys ball. طب رقم بي boys balls boys، احنا بنجيب الابوستروف اس في اسم المالك مش المملوك، الاولاد بيمتلكوا الكورة فالمالك هم الاولاد فنقول boys ball ده رقم سي. طب ليه ما ناخدش الاخيره بولز برضو بدأ بالكوره، دايما انت لما تحب تعمل ملكيه بتجيب اسم المالك وتضيف له ابوستروف اس او اس او يكون اخره اس فنضيف ابوستروف فقط. طب هي رقم سي دي معناها ايه؟ معناها كره الاولاد. طب عايز اقول كره الولد هنكتب بويز بي او واي وبعدين ابوستروفي اس. انتبه الفرق بين بويز الجمع والمفرد في الاتي، ان الجمع اس وبعدين ابوستروفي، طب المفرد ابوستروفي وبعدين اس. 19 he not to escape from the police by hiding in the barn، هو انه يهرب من البوليس عن طريق ان هو اختبأ في الحظيره، barn دي الحظيره، يبقى was able to. طب ليه مش could؟ عشان ما ينفعش اخد فعل ناقص بعده could، مفيش can to ولا could to ولا must to، مفيش حاجه من دي اطلاقا. طيب بعد كده 20 there are not students in the school، students يا مستر دي اسم جمع، يعني اسم جمع افهم ان انت محتاج many او محتاج few او محتاج a few، ممكن نقول a lot of. طيب تعالى كده الاختيارات فيها many، طب ما هي في a lot بس ناقصه of، طب ما هي في lots لازم a lot of او lots of لازم of. طيب طب انا مش هيقابلني خالص a lot دي لوحدها كده من غير of، لا هيقابلني طبعا بس بمعنى كثيرا، لما اقول لواحد I miss you a lot يعني افتقدك كثيرا، thank you a lot شكرا لك كثيرا، لكن a lot of يعني كثيرا من لازم بعدها من ايه بقى. طيب رقم 21 are you coming to the theater، هتيجي المسرح، فقال لك no I not to the theater، هتيجي معانا المسرح فقال لك لا انا ما بروحش المسرح، انا اللي هو اي، لا اللي هي دونت، ويذهب يعني جو، يبقى اي دونت جو، ما فيش دونت يبقى في نيفر، فهو قال لك اي نيفر جو اللي هي رقم بي، اي نيفر جو يعني انا لا اذهب اطلاقا نمبر بي. وكان ممكن نقول اي دونت جو ماي ماذر از ذا اونلي بيرسون لافز مي، امي هي الشخص الوحيد الذي يحبني، امي دي عاقل حلو، فانا الاختيارات بالنسبه لي هتكون محصوره في هو او هوم. طيب انت بتقول امي هي الشخص الوحيد الذي يحبني، امي دي عاقل صح، يبقى هو، ولكن في هنا ملحوظ عايزك تاخد بالك منها، السؤال ده لو جالك في الامتحان يبقى اجابته كده غلط. طب ليه؟ لان دايما مع اونلي يا شباب، مع اونلي احنا بنستخدم ذات دايما، مع اونلي نستخدم ذات، فالمفروض كنا نقول my mother is the only person that loves me. طيب انا في السؤال في الامتحان جالب المنظر ده كده، فانا مضطر اختار هو الوحيده اللي تنفع هنا، ولكن المفروض كنا استخدمنا ذات مش هو. طب ليه؟ عشان اونلي والتفضيل بياخد دايما بعدهم ذات. What not you do on Sunday morning؟ انت واخد بالك من دو دي فعل في المصدر صح، فما ينفعش استخدم قبلها verb to be. حلو كده. رقم 2 انا عايز اقوله ماذا تفعل يوم السبت يوم الاحد في الصباح، يبقى what do you do، ودي سؤال عن عادة، انت كل يوم الحد الصبح بتعمل ايه. طيب لو انا عايز اساله بقى انت هتعمل ايه الحد الجاي ان شاء الله، فاقول له what will you do او what are you going to do او what are you doing. 24 our children often not with their dog in the park، اطفالنا يلعبون مع الكلب يعني في الحديقه. انت واخد بالك من اوفن؟ ماشي تمام، يبقى ده عاده يعني مضارع بسيط، يبقى بلاي. طيب طب ليه ما نقولش مثلا dont play؟ ينفع نقول our children often don't play؟ لا. طب امال ايه المفروض كانت تبقى ازاي؟ كانت المفروض تبقى our children don't often play، دايما النفي، دايما الفعل المساعد يجي قبل الظرف. we never not win for dinner واين، سوري فور دينر، واين دي ليها الخمر يعني ما بياخدوهاش خالص على العشاء، افطار وغدا ماشي حاجه حلوه والله، احنا عمرنا ما بنشرب الخمر على العشاء، يبقى نيفر درينك. طب انا عايز اقول لك لما كنا في القاهره عمرنا ما شربنا، كنا هناخد درانك، لانك انت بتحكي لي عن موقف في زمن الماضي مش المضارع. دي اول صفحه. الصفحه الثانيه وي هافنت سين ذا نيو فيلم نوت، والله هافنت سين ده يا مستر مضارع تام منفي، مضارع التام المنفي بستخدم معاه دايما يت، يبقى يت. طيب where there many glasses on the table، هل كان في اكواب كثيره على الترابيزه؟ فقال لك no there not any، any دي بتيجي دايما مع النفي، فعشان كده هنقول there weren't any. طب ليه weren't مش wasn't؟ لانك انت بتتكلم على glasses الاسم الجمع. 3 it's 10:30 in the morning، الساعه 10 ونص الصبح، and Jimmy is not in bed، وجيمي ما زال نائما، ما زال يعني still اللي هي رقم ايه. طيب رقم 4 you don't like carrots،
معلش هرجع لرقم 3 دي برضو، سرحت بخيالي في حته كده. ممكن اقول لك اتس 10:03 ان ذا مورنينج، ذس از جيمز سليبنج تايم، ده وقت النوم بتاع مين؟ بتاع جيم. جيم از اوريدي ان بيد، ساعتها بقى يبقى معناها ايه؟ الساعه 10:30، وده وقت جيم، الوقت اللي دايما جيم بينام فيه وهو بالفعل نائما، فكنا هناخد اوريدي لو الجمله كانت غير كده. 4 يو دونت لايك كاريتس، انت ما بتحبش الجزر. يو انت بتحبش الجزر، دونت دي مضارع بسيط منفي، السؤال المزيل هيبقى برضو نفس الفعل المساعد بس نسبته، فهنقوله دو يو، يبقى كده ناخد دو يو. طيب بعد كده رقم 5، زي نوت ان ذا سان اول مورنينج وين اي سو ذم، اول دي يا مستر بتيجي مع المستمر دايما، وانت عايز تقول لي هم كانوا قاعدين في الشمس طول اليوم، يبقى they were lying. طيب ليه ما ناخدش had been lying؟ ما هي دي برضو ماضي تام مستمر، يعني ماضي مستمر. ركز معايا في اللي هقوله لك ده، انت بتقول لي ساعه ما احنا شفناهم هم كانوا قاعدين ومستمرين في القعده، فده ماضي مستمر. طب لو هم قعدوا ساعتين وبعدين انت جيت، فكده معناها ان القعده بتاعتهم دي حصلت وخلصت وبعدين سيادتك جيت، فناخد had been lying. يعني كان ممكن نقول يا ولاد they had been lying in the sun for an hour before we came، لمده ساعه قبل ان ناتي. الجمله دي رقم 5، فانا هعمل على رقم 4 و5 كده شرطه علشان اعمل لكم امثله عليهم تانية. رقم 6، not of all his efforts he couldn't get there in time. انتبه ان get there ما قالكش get to there، خد بالك من دي كويس، دايما نقول get to المكان ما عدا get home get there get here من غير كلام، ما فهمش to. طيب انت عايز تقولي برغم ان كل برغم كل جهودهم لم يتمكنوا من الوصول في الوقت المحدد. طب يا مستر كلمه برغم يعني ايه؟ المصيبه ان despite وان spite of وthrough 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 كلهم برغم، ولكن انتبه يا صديقي من الاتي، although لازم بعدها جمله سليمه، زو اختها بالظبط لازم بعدها جمله سليمه، ان سبايت عايزه اوف وديسبايت بتيجي من غير اوف، وانا قدامي في الجمله هنا اوف، واخد بالك منها اللي شطبت عليها انا دي؟ طيب ما دام في هنا اوف قدام سيادتك فما ينفعش تاخد ديسبايت، والاجابه اصبحت ان سبايت اوف. طيب سؤال تاني معلش، ايه اللي عرفك ان دي مش جمله سليمه؟ اصلا انا مسكت الجمله اوف اول ذا ايفورتس لحد هنا كده قبل الجمله الثانيه ما تبدا، الجمله الثانيه بدات بمين؟ بالفاعل هي. طيب لما اقول لك جهوده انت فهمت حاجه؟ دي مش جمله، اذا نستخدم ان سبايت اوف، وكان ممكن ناخد ديس سبايت. طب 7، وات شي سيد، ما قالته، اي دونت بيليف هير، برغم ما قالته. طيب لما اقول لك بص ما قالته فهمت حاجه؟ لا ما فهمتش، يبقى وات شي سيد دي مش جمله سليمه. يعني ايه برضو ما فهمتش حاجه؟ انت ليه بتقول لي مش جمله سليمه؟ يعني ما ينفعش اخد اولزو ولا ينفع اخد زو، لان الناس دي بتيجي بعد جمله سليمه بس. طب قدامي ان سبايت اللي عايز اوف، في اوف يا فندم؟ لما فيش اوف يبقى ما فيش ان سبايت. شفت انت حليت الموضوع ببساطه ازاي؟ اصبحت الاجابه كده سبايت. طب يا مستر لو هو في اوف كنا خدناها؟ اه كنا هنقول ان سبايت اوف وتكمل. I think that his book was not of all of all وان ذا واسم دايما ناخد معاهم تفضيل، يبقى ذا بيست. ذا بيست فين؟ ذا بيست ذا بيست ذا بيست اللي هي رقم A. فانت بتقول لي بقى اعتقد ان كتابه هو الافضل من بين كل الكتب. طب يا مستر افضل افرض بدل اوف اول جايب لي اوف تو، كنا هناخد ذا بيتر، يبقى احنا ممكن نقول ذا بيتر اوف تو، ذا تولر اوف تو، ذا هوتر اوف تو. طب لو قال لك اوف اول يبقى انت عايز تفضيل ذا هوتست ذا شورتست ذا تولست وهكذا. 9، اتس نوت فور ليتل جيني تو جو اوت، الدنيا ايه على جيلي ان هو يخرج؟ طيب تعالى نشوف، كولد انف الدنيا برد بالقدر الكافي اللي يخليه يخرج. طب ما هو برد يخرج ازاي طيب بالله عليك؟ طيب اللي بعدها enough cold ما تنفعش في الانجليزي اطلاقا تعملها، اللي هي مين؟ انك تستخدم enough وبعدها صفه، احنا بنجيب صفه وبعدين enough. طيب too cold يعني برد جدا فما ينفعش، اه ما هو ده الصح، ما هو انا المفروض بقول لك ان الدنيا برد جدا فجيمي ما ينفعش يخرج. طيب ذا بيكتشر اون تي في، الصوره اللي على التلفزيون از نوت باي مليونز اوف تشيلدرن، الصوره اللي على التلفزيون سا تو شاهد، يبقى از جوينج تو وبعدين بي وبعدين سين اللي هي دي. طب ليه جن از جن؟ از جن دي ذهبت. طب از جن برضو ذهبت. طب رقم سي از جوينج تو بي سينج، لا المفروض جوينج تو بي والباست بارتيسيبل، لكن كان ممكن نقول ذا تشيلدرن ار جوينج تو سي لو هي معلوم. اي ريجريت من غير ما تفكر فيها، انت عندك احتمالين ريجريت تو تيل او ريجريت تيلينج، الفرق بينهم ريجريت تو تيل معناها يؤسفني ان اخبرك، لكن ريجريت تيلينج معناها يا ريتني ما قلت لك. تعالى نتغمض عينينا كده ونتخيل المشهد، انت جيت قلت لي يا مستر الكمبيوتر بتاعك ولع، فضلت انا ازعق وعملت لي فرح، فتقول يا ريتني ما قلت لك يا عم، يبقى اي ريجريت تيلينج يو. طب انت جاي لسه وعايز تقول الخبر، يا مستر يؤسفني ان اخبرك ان الكمبيوتر ولع، فتقول لي اي ريجريت تو تيل.
طيب دايما regret to tell دي بنستخدمها في لما نيجي نخبر الناس بأخبار. طب ما تيجي نشوف الجملة. I regret not you that your son had died. يؤسفني أن أخبرك بأن ابنك قد مات. يبقى I regret to tell اللي هي number A. My sister not be mad if I lost her books. واخد انت بالك من if I lost؟ يعني دي حالة كام؟ حالة تانية. يبقى انت عايز would والمصدر. ادي would وبعدين be في الجملة. If I were you I would من غير ما افكر. في قدامك would wouldn't ولا would بس؟ wouldn't بس. لا wouldn't بس، يبقى هي الإجابة. طب لو قدامك would wouldn't ارجع ترجم. طب ما نترجم برضو معلش، يعني if I were you لو انني مكانك I wouldn't go running today. ما كنتش هطلع النهاردة اجري. It's boring down يا ابني، الدنيا بتشتي. 14 when you come to Spain again لما تيجي اسبانيا مرة تانية. you come to see us لازم تيجي تزورنا. بالله عليك اللي تيجي تزورنا يبقى must. انا سميتها لكم قبل كده فيديو الشرح العزومة، لما تعزم على حد خد must. بمعنى انا عامل شاي واقول لواحد لازم تشرب معايا كوباية، فاقول له you must drink a cup with me. طيب احنا عاملين كيكة لازم تيجي تاكل معانا، يبقى you must come and eat with us. come on lads we not win this match. تعالوا يا رفاق لابد ان نفوز بهذه المباراه. انا في الاختيارات يا مستر هستبعد هاف من غير ما افكر. ليه؟ لان هاف عايزه بعدها تو. هستبعد ماست ذات لان دي فتوى، مفيش حاجه اسمها ماست ذات اطلاقا. وهستبعد وانا قلبي جامد ماست تو لان ماست فعل ناقص ما يجيش بعده تو. باقي معاك مين يا عم؟ ماست. الاجابه خلصت، يبقى وي ماست وين، لازم نفوز بالمباراه. طب مستر الاختيارات لو فيها هاف تو كنا خدناها؟ لا برضه. طب ليه؟ لان هاف تو معناها يجب ان نفعل ذلك لانه قانونا. 16 وات ابيت يا لها من حسرة. شي ليفز سو فار عايشة بعيد خالص. اي ويش شي ليفد، يا ريتها كانت عايشة اقرب من كده شوية. اقرب بيبقى نيرر اللي رقم بي. طيب مستر ليه ما ناخدش مور نير؟ هقول لك المرة اللي فاتت في الفيديو المرة اللي فاتت كان في مور نير او مور هوتر حاجة زي كده، قلت لك ما ينفعش. اللي ينفع انك تقول ماتش مور نيرر. ابيت مور والصفة، ماتش مور والصفة، ابيت مور والصفة، او ماتش والصفة بس، لكن مور لوحديها من غير ماتش ما تجيش ابدا. طيب رقم 17 so far not that he was exhausted. exhausted دي معناها متعب او منهمك، وانا عارف ان كلمة so far لما تبدأ بيها الجملة لازم نعمل الجملة على انها مقلوبة، نقلبها نعملها سؤال. طيب يا ترى نقول so far he ran ولا did he run ولا he has run ولا has he run؟ هستبعد اللي ما ينفعش الاول. يلا نعمل الحركة دي كده، نستبعد اللي ما ينفعش. هنستبعد مين؟ هنستبعد he has run لانها بدأ بالفاعل، وهنستبعد he ran لانها بدأ بالفاعل. باقي قدام سيادتك did he run و has he run. has دي مضارع و did ماضي. شوف الجملة so far that he was exhausted was دي ماضي صح، يبقى انت عايز ماضي من غير ما تفكر ولا تقدر. يبقى did he run اللي هي رقم بي، يبقى في 17 كده خدنا رقم بي اللي هي did he run. طيب رقم 18 by the time دكتور واتسون comes لما دكتور واتسون يجي I not all the medicines هكون اخذت كل الدواء، هكون خدت الدواء، الموضوع هيكون خلص. يبقى will have تصريف ثالث will have taken. 19 by the time they get to the cinema the film will لما هم يوصلوا السينما الفيلم هيكون بالفعل بدأ، يبقى will have started. في مشكلة ان هو جايب لي already، خلاص يا عم يبقى will have already started اللي هي رقم A. طب ما ينفعش نقول will already have، لا. طيب لان احنا بنجيب الظرف، بنجيب الفعل المساعد الاول وبعدين الظرف، الفعل المساعد هنا have. 20 they haven't come to the party لسه ما جوش الحفلة. they gone somewhere else اكيد هم راحوا الحفلة، راحوا مكان تاني. خد بالك ان الفاعل زي جمع فنقول زي هاف جن. طب ليه ما ناخدش هاد يا مستر؟ ما عشان في الجمله الاولانيه زي قال لك زي هافنت يعني مضارع، فاخد المضارع مع المضارع. I didn't recognize مريم ماريانا ولا هو ماريان، ما كنتش عارف او ما قدرتش اتعرف على ماريان. شي سو ماتش ده هي اتغيرت خالص. خد بالك انه قال لك في الجمله الاصليه ايه يا عم؟ قال لك didn't، يعني الجمله زمانها ماضي ولا مضارع؟ لا ماضي. اذا انت هتختار برضو ماضي وتقول هاد تشينجد. طب افرض بقول لك I don't recognize او I can't recognize، كنا ناخد مضارع تام على طول. This cruise is not I wanted to go on. المركبة دي هي المركبة التي أريد أن أذهب عليها. المركبة العاقل ولا غير عاقل؟ لا غير عاقل. خلاص يبقى نشيل أي حاجة فيها هو، يبقى زوان هو دي هنشيلها. طيب أنت عايز تقول المركبة التي، المركبة يبقى this cruise is the cruise which أو is the cruise that. مفيش the cruise ما كررهاش، يبقى نقول زوان ذات. The one دي عايدة على الغير عاقل وبتعود على العاقل برضه. أقول لك أحمد is the one who أو the one that I want to meet. So pretty not that everyone's everybody's stared. Stared يعني حملقة، يعني أنت عايز تقول لقد كانت جميلة جدا لدرجة أن الجميع حملق إليها. حملق يعني stared أو جازد، جاز اللي هي G A Z E D.
طيب المهم اللي احنا قلناه فوق هنقوله تاني هنا، اللي هو مين؟ لما الجملة تبدأ بكلمة سو أو كلمة ساتش، فاحنا بنقلبها بنجيب فعل مساعد فاعل، فهنستبعد رقم، هنستبعد رقم دي. طب نستبعد رقم دي ليه؟ عشان هي بادئة بالفعل الأول، أنا عايز حاجة بادئة بالفعل المساعد وبعدين الفاعل. طيب was she ولا did she be؟ مفيش حاجة يا مستر اسمها did she be، أنت نسيت، أنت قلت لي قبل كده الموضوع، مفيش حاجة اسمها did she be إطلاقا، ولا didn't be، مش موجودين في الإنجليزي، لو أنت عملتها تبقى أنت أول برنس يعملها في الإنجليزي. ومفيش حاجة اسمها did she was، ما هو be هي was هي is هي are، باقي قدامك واحدة بس اللي هي مين؟ was she. طب ما تيجي نشوف كده، so pretty، so pretty يعني لقد كانت جميلة جدا، ذات لدرجة أن everybody stared، كل الأفراد الموجودين حملقوا. so صفة وبعدين الفعل المساعد وبعدين الفاعل. you أو your wife doesn't، دي wife طبعا، زوجتك doesn't agree with not you said، زوجتك لا تقبل ما قلته. ما يعني إيه يا عم؟ يعني what. طب أنا عايز أستخدم which أو ذات، خلاص قول لي your wife doesn't agree with the thing which أو the thing that. دكتور علي's lecture، محاضرة دكتور علي، we enjoy it so much، انت استمتعت بالدكتور علي ولا بالمحاضرة؟ لا بالمحاضرة، يبقى which عشانها غير عاقل. طيب ادخل بعد كده على اخر حاجة، احنا قلنا النهاردة 7 8 9 3 ورا بعض زي ما اتفقنا، خليك بطل كده وقام اوعى تكون زهقت. رقم واحد، انا بحاول امشي بسرعة يعني متوسطة عشان امشي مع كل الاذواق. we not fish for ages، for دي لما يكون بعدها ages معناها ان ده مضارع تام، يبقى we haven't eaten. طيب افرض يا مستر، اكتب ورايا، افرض المكتوب الجملة كده yesterday we ate fish نقطة we not fish for ages، هنا كنا هنقول hadn't eaten. ليه؟ لانه قدمها لك بجملة ماضي بسيط، فبيحكي لك على موقف في الماضي. رقم اتنين، we not a holiday for 20 years، next year we will take one، احنا ما خدناش اجازة بقالنا 20 سنة. كلمة for دي مضارع تام، يبقى we haven't taken. I am afraid I not go to the cinema this evening، يؤسفني او انا خايف، يعني هي معناها هنا يؤسفني انني لن استطيع ان اذهب، يبقى I won't be able. طيب طبعا won't be able to، في هنا to، I won't be able ما فيش to، لا يبقى ما ينفعش نستخدم won't be able، يبقى المفروض نقول can't. يبقى I am afraid I can't go to the cinema this evening. طب انا عايز اخد won't be able، هنا won't be able تنفع بس لو في معاها to، ما فيش to يبقى ناخد can't واحنا مغمضين. طيب if you give me some money، لو انت اديتني فلوس، I to go shopping، يبقى I will be able to اللي رقم C. طب ليه ما ناخدش كان ولا could ولا will can؟ اولا ما فيش حاجة اسمها will can، دي هبدأ. طيب ليه؟ لان ما ينفعش احنا نجيب فعلين ناقصين ورا بعضهم، عيب عليك. طب ليه ما ينفعش كان و could؟ لانه جاب لك to، ما ينفعش فعل ناقص ونجيب بعده to. she was cleaning her teeth، كانت بتغسل اسنانها، when the phone، لما التليفون رن، يبقى rang. زي نقط فوتبول، when it started to rain، هما كانوا بيلعبوا، يبقى were playing. that boy always not trouble in his class، الواد ده دايما بيحدث، يحدث يبقى مضارع، يبقى makes. طب ليه ما ناخدش is going to make، يعني الواد ده دايما هيعمل. على فكرة كان ممكن نقول that boy، وخد بالك ان always دي ظرف، وانا عايزك تحفظها وتعرفها، ان احنا بنجيب الفعل المساعد الاول وبعدين الظرف وبعدين الفعل. يعني كان ممكن اقولك that boy is always making، كنا نفكر فيها ساعتها. 8 بيقول لك I'd go to the meeting if I not to work late، انا لازم اروح الاجتماع ده لو انا had to work late. بمعنى انا لازم اروح الاجتماع لو انني كان ينبغي ان اشتغل، ان اعمل بفترة طويلة، يبقى had to اللي رقم دي. طيب رقم 9، I can't help not when I see that film، خد بالك can't help دي دايما بعدها الفعل المضاف له ing، يبقى I can't help crying، جاته خيبة، بقول لك ما بقدرش اقاوم نفسي عن البكاء لما اسمع الفيلم. طيب رقم 10، there were not people in that room، people دي يا ولاد اسم جمع، ركز في ده انا اقول لك ده عشان اتسألت في الموضوع ده في الشات النهاردة. people دي اسم جمع، يعني اسم جمع، يعني اسم ملوش مفرد من نوعه، يعني بيبل ناس ملهاش مفرد. طب مفردها شخص، بس شخص ملهاش علاقة ببيبل، بيبل ناس اسم جمع دايما، يعني دايما هتقول so many. طيب طب نفترض ان انت عايز تجيب المفرد من بيبل، هتقول person، هتغيرها خالص. طيب the rock was not for the little girl to move، الصخرة كانت ثقيلة فالبنت ما ينفعش تحركها، ينفع ولا ما ينفعش؟ لا ما ينفعش، يبقى too heavy. طب لو انا قلت لك heavy enough، قاعدة صح لكن معنى غلط، heavy enough يعني ثقيلة جدا فالبنت تحركها، ينفع؟ is it going to rain، الدنيا هتمطر ولا ايه؟ فانت بتقول لي ما اعتقدش، لا يبقى I don't think so. طيب لما ينفعش نقول I don't think، لا ممكن اقولك I don't think that it will rain او that it's going to rain. 13، my sister has been not the shopping this morning، الشوبينج باخد معاها do و has been ing دايما، يبقى has been doing the shopping، has been doing، has been playing، has been running كده.
طب ميز روبنسون مي افيفور لاست ويك. خد بالك ان انت لما تحب تقول يقدم او يفعل معروفا اسمها دو فيفور، حتى انت بتقول يفعل يبقى ديد مي افيفور. طيب رقم 15 بمناسبة فيفور، فيفور دي هنا معناها يقدم معروفا، فيفور معناها معروف، لكن لما اقول لك I am in favor of يعني مؤيدا لي. طيب 15 do you think that you not finish your exam in time. do you think يعني هل تعتقد، مع think بناخد will يبقى will على طول. I will never not them to do that to my daughter. انا سوف لا اسمح لهم ان يفعلوا ذلك بابنتي. والله في هنا تو دو فانا عايز اخد الاو، ادي الاو. طيب ليه مش بيرمت؟ ما هي بيرمت تنفع، تنفع والله العظيم، بس انت محتاج بعد ويل المصدر. هو بيقول لك هنا بيرمتس، واخد انت بالك من الاس المستخبيه دي، وبالتالي ما ينفعش نقول بيرمتس. طيب ادميت بعدها ان جي. طيب وبعدين ليت من غير تو، يعني كان ممكن اقول لك اي ويل نيفر ليت ذيم دو هي فينيشد نوت هيز بوك لاست جون. فينيش بعدها الفعل المضاف له اي ان جي. طيب رقم 18 my poor child not my poor child where not يا ابن ابن المسكين اين ذهبت، يبقى where did you، لا ده فول، اين وقعت يبقى where did you fall، اين وقعت اين سقطت. it's difficult to get used، get used بعدها الفعل المضاف له ing دايما، فعشان كده هنقول get used to والing get used to getting لرقم B. طب ايه get used to getting دي غريبة صح؟ لا معناها بالعربي كده من الصعب ان تعتاد على get up early، تستيقظ يعني. 20 we don't let not TV very late at night. طيب we don't let لا نسمح، انت بتعايز تقول لا نسمح لهم، هم مفعول، يبقى we don't let them watch. طب ليه ما نقولش them to watch؟ عشان ما ينفعش to اطلاقا مع let. طب لو allow كنا هنقول we don't allow them to watch عادي. 21 she didn't want not so early. هي لا تريد، ركز، هي لا تريد ان، لا تريده ان يذهب، لا تريده يبقى هي الفاعل وهو المفعول، يبقى him to watch. طيب طب عايز اقول لك لا تريدني يبقى she didn't want me to watch. طب لا تريدنا يبقى she didn't want us to، وتكمل. Miss Smith suggested after dinner. suggested دي يا فندم بعدها اي ان جي على طول، يبقى نقول leaving. طب ما احنا ممكن نجيب بعدها ذات، اه بس هتقول مس سميث suggested ذات زي ليف. طب ليه ما ناخدش زي ليفت؟ ما هو مفروض suggested ماضي فنفكر في دي. لا ما هو اقترحت اننا نحن نذهب، ولا ان احنا ذهبنا. the browns عيلة براون not to eat fish today. عيلة براون هتاكل سمك النهاردة، يبقى are going to. طب لو نفي aren't going to. طيب aren't going اللي رقم ايه؟ طب ليه ما ينفعش are going not؟ مفيش حاجة اسمها are going not، المفروض ان هي اسمها is going to are going to. طب النفي، النفي اللي فيها to يبقى not to. طيب there are not people here this morning. people دي يا مستر انت لسه حكي لي قصتها فوق، وقلت لي ان people دي اسم دايما جمع. يعني ايه جمع؟ طيب يعني هتقول لي a lot of، او هتقول لي lots of، او هتقول لي many. مين في الاختيارات هنا؟ lot of لو ناخد بالك lot مش lots، فعشان كده ناخد lots of رقم B. وكان ممكن نقول a lot of، وكان ممكن نقول many. طب يا مستر مش واخد بالك من a lot؟ ما قلت لك لازم يقف يا عم. طيب our cousin نادر، الواد نادر ابن عمنا ده، has friends in town، عنده اصدقاء كثر. اصدقاء دي اسم معدود، فهقول many واقول a lot of واقول lots of، كلهم كان ينفعوا. ادي اخر صفحه خلصت، وبسرعه جدا، والموضوع مش صعب. اتمنى لك انك تكون مركز، ولو عندك اي اسئله فيهم سكرين شوت وابعت لي على الجروب في الشات وهرد عليك. جروب الشات تقريبا بقى بيفتح كل يوم، يعني فالدنيا بقت حلوه. كم مع اسئلتك وابعتها لي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.